بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنبدأ درس هذه الليلة، ليلة الخميس 23 من شهر جماد الأولى لعام 1437 للهجرة، في هذا الجامع، جامع الراجحي في مكة المكرمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نقول وما نسمع. وقد انتهينا في الدرس الماضي عند الشهادة، عند قول الله تعالى في آية الدين: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فالله عز وجل في هذه الآية، آية الدين، وهي أي أطول آية في كتاب الله، بدأ بالأمر بالكتابة، وذكرنا لكم أنه أمر المتبايعين بالكتابة، ثم أمر الكتاب ألا يمتنعوا عن الكتابة، ثم بعد ذلك بين حكم الشهادة فقال: واستشهدوا. وهنا قال: واستشهدوا، ولم يقل: وأشهدوا. طلب، يعني هذا فيه بيان للحث والحرص على الشهادة وعلى توثيق الديون بالإشهاد عليها، لأنه قال: واستشهدوا، يعني اطلبوا واسعوا في تحصيل الشهود. فقال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وهنا في هذه الآية، في هذه الجملة من الآيات، من الآية فيها بيان لشروط الشهود، فيها بيان لشروط الشهود، ما الذي يشترط فيهم، نستخرجها جميعا. قال: واستشهدوا شهيدين، فلا بد أن يكون اثنان من الشهداء، هذا شرط. واستشهدوا شهيدين من رجالكم. رجالكم وش فيها من الشروط؟ رجالكم أن يكون ذكرا، لأن الرجل يطلق على الذكر، صح؟ أو أيضا بالغ، لأن البالغ، الرجل يطلق على البالغ لا يطلق على الصغير، صحيح. هذول ثلاث شروط ذكرتموها. سم؟ نعم، أن يكون مؤمنا، بدليل أنه قال: شهيدين، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، أضافها لهم هم، يعني أن يكون مؤمنا، هذه أربعة. والخامس: ممن ترضون من الشهداء، العدالة، يشترط فيه العدالة. وتصح شهادة النساء هنا في إثبات الديون بشرط أن يكون أن تكون مشاركة مع الرجال، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. طيب، بقي شرط ممكن يصح اشتراطه ويمكن أن لا يصح، وهو الحرية. فبعضهم قال: أيضا يشترط أن يكون حرا، وهذا من أين أخذها؟ من رجالكم. قالوا: والرقيق لا يطلق عليها أنه من رجالنا، فإنما يطلق عليها أنه مولى، كذا قالوا، وسنناقش هذا. طيب، قال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. هنا سماه شهيدا وهو لم يشهد بعد، كيف يسميه شهيد وهو لم يشهد بعد؟
قال واستشهدوا شهيدين باعتبار ما سيؤول إليه أمره. وفيه إشارة إلى أنه يكون مؤهلا للشهادة. واستشهدوا شهيدين من رجالكم. طيب هذه الشهادة في الأموال في إثبات الديون، وليست شهادة مطلقة في كل المعاملات أو كل أحوال الناس، لأن الشريعة أتت بتفصيل الشهادة. ففي الزنا يشهد كم؟ 4. وقالوا لا بد أن يكونوا ذكورا، رجالا ذكورا. طيب إذا افتقر رجل بعد أن كان غنيا، هل يحل له أن يسأل مطلقا أو لا بد من شهود؟ ثبت في الصحيح أنه لا بد من شهود، وهم كم؟ 3. يشهد 3 من ذوي الحجة أن فلانا أصابته فاقة، لأن هذا الرجل كان غنيا ومعروف عند الناس أنه غني، وبعدين افتقر فذهب يسأل، لابد أن يشهد 3 من ذوي الحجة ذوي العقول أنها لا أصابته جائحة، لأن هذا أمر خفي لا يعلم، فتحل له المسألة حتى يصيب قواما أو سدادا من عيش. طيب أحكام الشهادة لها أحكام. على كل حال المقصود هنا الشهادة في الأموال والديون، لأن القسامة أيضا لها حكم وإلى آخره. هم تعلمون أن لابد أن يتبين لنا هنا أن المراد في الديون. واستشهدوا شهيدين من رجالكم. وأثبتت السنة الشاهد مع اليمين، أثبتتها السنة. طيب هنا قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم. قلنا لفظ رجالكم فيه أن يكون ذكرا بالغا مؤمنا. طيب وشهادة الصبيان هل تجوز أو لا تجوز شهادة الصبيان؟ أبدا لا تجوز أو ممكن؟ سم يعني ممكن نأخذ بشهادته. العلماء لهم في هذا تفاصيل وكلام، أنه تقبل شهادتهم في الجراحات التي بينهم كالمضاربات اللي يسمونها مضاربات، قالوا إذا لم يدخلوا عند أهلهم فيلقنونهم فإنها تقبل شهادتهم، وتفاريع تجدونها في كتب الفقه. لكن الذي أريد أن أبينه هنا هو أمر ينبغي أن نستصحبه إذا قرأنا خلاف العلماء في هذه المسائل، وهو أن هناك فرقا بين ضبط الحقوق وأداء الشهادات. ضبط الحقوق شيء، والأحكام شيء، والحكم بالشهادات شيء آخر. يعني لو أن طفلا رأى شيئا وأثبته لا تؤخذ بشهادته؟ لا، تؤخذ بشهادته مع القرائن، لكن المقصود أننا لا نستشهده. يعني إذا أردنا نوثق الحقوق ما نستشهده. ولو شهد النساء بما رأينه من أمور لا يستشهدن فيها أصلا لا تهمل شهادتهن، لكن المقصود لا نستشهدهن. هذا ظن واضح. يعني ما نروح نستشهد مثلا 4 نساء في مداينة، لكن لو حصل عندنا مداينة ولا جاء عندنا إلا 4 نساء نهمل شهادتهن؟ لا، ما نهمل شهادتهن، لكن لا نستشهدهن. نحن بتوثيق وضبط الديون لا نطلب هذا، إنما نطلب ما أمرنا الله به، رجلين أو رجل وامرأتين. طيب قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان.
قال هنا فإن لم يكون هذه يكون كان تامة أو ناقصة. فإن لم يكون تامة ناقصة، هي ناقصة. فإن لم يكون أين اسم كان؟ ألف الاثنين. وأين الخبر؟ فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان. فهنا كان تامة ناقصة. فالسؤال لما لم يقل فإن لم يكن رجل وامرأتان، وهي أخصر، بدل أن يقول فإن لم يكون رجلين، فإن لم يكون رجلين، لماذا لم يقل وإلا فإن لم يكن رجل، فإن لم يكن فإن لم يكونا رجلين، فإن لم يكن رجلان، لماذا لم يقل فإن لم يكن رجلان فرجل امرأتان، وهي أخصر من أن يقول فإن لم يكونا. هذا سؤال، السؤال أخصر أن يقول فإن لم يكن رجل، فإن لم يكن رجلان باعتبار كانت تامة، يعني فإن لم يوجد رجلان فرجل وامرأتان، بينما كان التعبير في الآية فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. أي ممكن لا، أنا طب أسألكم سؤال ممكن للتأكيد، لتأكيد الأصل وهو النطق رجلين فإن لم يكن. طيب الآن أنا بسأل سؤال، الآن في توثيق الديون يطلب منا أن نحضر شاهدين ذكرين، رجلين ذكرين، صح؟ طيب متى يصح لي أن أطلب رجل وامرأتين؟ ها؟ إذا فقد، يعني ما يصح لي أن أنتقل من رجلين إلى رجل وامرأتين حتى لا يتعسر علي رجلين، يتعسر علي رجلان، صح؟ الكلام ده صح ولا غلط؟ لا، هذا مو صحيح. سم أي. طيب صح، يعني لو قال فإن لم يكن بالتامة معناها فإن لم يوجد، فإن لم يوجد رجلان فرجل وامرأتان، يعني أنك لا تنتقل عن الرجلين حتى لا تجد الرجلين، وهذا غير مراد، وإنما أباح لك أن تستشهد رجلين، ولك أن تستشهد إذا أردت مع وجود الرجلين رجل امرأتين، لأنه قال فإن لم يكونا، يعني الشاهدين، فإن لم يكونا رجلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. فيصح لك، هذا يؤخذ من حكم فقهي، وهو أنه يصح لك أن تنتقل إلى رجل وامرأتين حتى مع وجود الرجلين، ولكن يؤخذ منه حكم آخر أيضا، وهو أن الرجلين مقدمان على الرجل والمرأتين، مقدمان لأنه بدأ بهما، هذا واحد، ولأنه علل اشتراط المرأتين بعلة أن تظل إحداهما
فتذكر إحداهما الأخرى. طيب، فبدؤه بهما هذا يدل على أنهما أولى، وعلل اشتراط الاثنتين لهذا السبب. طيب، هنا قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. طيب، قوله وامرأتان هذا يدل على أن المرأة لابد أن تكون بالغ، لابد أن تكون بالغ من لفظ امرأة. فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. طيب، قوله ممن ترضون من الشهداء، الجار والمجرور هذا متعلق بإيش؟ يعني إن قلت إنهم واستشهدوا شهيدين فإن لم يكونا رجلين فرجل فإن لم يكونا رجلين، قلت متعلق برجلين أخرجت حكم رجل وامرأتان، وإن قلت إنه متعلق برجل وامرأتان أخرجت حكم رجلين. واستشهد، الصواب أن يكون متعلقا بواستشهدوا، فيكون تركيب الجملة في الأصل هكذا: واستشهدوا ممن ترضون من الشهداء، ثم ذكر، لكنه أخرها لما حتى تشمل الجميع. إذا ممن ترضون من الشهداء هذا شرط في الرجلين والرجل والمرأة. طيب، قال ممن ترضون من الشهداء هذا شرط العدالة، أن تظل إحداهما، أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وفيه قراءة أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وفيه قراءة أن تظل إحداهما فتذكر، إن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. أولا، أن تظل إحداهما، يعني هل المقصود أن الله أمرنا بأن نستشهد بدلا من الرجلين رجل وامرأتان لكي تظل إحداهما؟ معنى هذا ما يستقيم، يعني بعضهم قال لأن تظل إحداهما، إذا قال لأن تظل إحداهما كانوا يعني المقصود أن تظل إحداهما، قال بعضهم لا هذا غلط، إذن وش الصحيح؟ قال كراهة أن تظل إحداهما، كراهة أن تظل إحداهما. قالوا هذا مشكل بعد، وش الإشكال فيه؟ قال فتذكر بعض، يعني كراهة أن تظل وكراهة أن تذكر الله، هذا مشكل، هذا التركيب مشكل. وحل الإشكال في التركيب هو بيان لبلاغة هذا التركيب، وأنه لا يصلح غيره مقام. بكيف؟ فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تظل، إذا قلت في قولك يعجبني أن يسأل السائل فيعطى، ما الذي يعجبك؟ هل الذي يعجبك سؤاله أو إعطاؤه؟ ولكنها مركبة، هي يعجبك إعطاؤه إذا سأل، صح؟ كأنك قلت يعجبني أن يعطى السائل إذا سأل، صح؟ طيب، هنا في الآية وش يكون المعنى؟ أن تذكر إحداهما الأخرى إذا ظلت، كذا المعنى، أن تذكر إحداهما الأخرى إذا ظلت. لكن ليش ما قال كذا؟ طيب، وليش أنت ما قلت يعجبني أن يعطى السائل إذا سأل؟ ليش تقول يعجبني أن يسأل السائل فيعطى؟ لأنه غير مطلوب أن يعجب بالسؤال. ليش بدأ فيه؟ طيب، ليش بدأ فيه؟ صح، للاهتمام بهذا المقدم. فإذا قال يعجبني أن يسأل السائل فيعطى، هو مهتم بعطية السائل، لكنه مهتم بسد عوز هذا السائل،
قال هنا أن تظل إحداهما فبدأ بالضلال وهنا أن تظل والمقصود أن تنسى هنا أن تظل يعني أن تنسى فبدأ بذلك لأنه يريد أن يبين مناط الحكم وهو أن العلة في أنه اشترط اثنتين مقابل الرجل هو أنهما أن المرأة تنسى أن المرأة تنسى هذه هي العلة والعلة هنا منصوص عليها فقال أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى إذا تبين هذا فإنه يتبين أن اشتراط المرأتين بدلا من الرجل مقابل الرجل هو لأجل هذا النسيان والمعنى أن المرأة إذا لم يكن إذا استشهدت في أمر ليس من عادتها أن تظل فيه أن شهادتها على النصف من الرجل ولا مثل الرجل فالمرأة تكون أحوالها في الشهادة ثلاث الحالة الأولى أن تكون على النصف من الرجل وهذا في أي شيء في الأموال والديون طيب الثاني قال والثاني لا تستشهد وإنما هذا من خصائص الرجال قالوا كالنكاح والطلاق والعتق والحدود والقصاص ونحوها قالوا هذا ليس من شأنهن لأن الآيات أتت بلفظ الذكورة وهذا ليس من شأن النساء طيب والثالث قالوا الثالث ما سوى ذلك مما لا يطلع عليه إلا النساء ومما يعرف النساء بحواسهن كما تشاهده أو تسمعه أو تلمسه تخبره هذا تشهد فيه وشهادتها مثل الرجل مثل قالوا مثل عيوب النساء التي تحت الثياب يعرفناها هم ومثل استهلال المولود إذا ولد المولود استهل يعني صرخ مات ولي عنده منه المولدة القابلة قالت أشهد إن الولد هذا استهل هو لو ما استهل ما ورث وإذا استهل صارخا ومات يرث تقبل شهادتها لو كانت واحدة حتى لو كانت واحدة لأن هذا أمر مما لا يحتاج إلى عقل إذن وغيره مما هو يخص الحيض ونحوه من العيوب من الأشياء التي تشهد بها النساء العلة قالوا أن تظل هذه العلة فإذا كان الأمر مما يظن به أن لا تعقله المرأة فلا بد من الاثنين من اثنتين يقابل الرجل قالوا والأموال من هذا قالوا فإن الأموال هي عقود ومبايعات وصيغ قد تدرك المرأة تدرك من تفاصيلها ويخفى عليها تدرك وتنسى ومع طول الزمن قد تنسى والحس يشهد بهذا فإن النساء ينسين النساء تنسى هذا كثير موجود ومعروف قال ولهذا ليس هذا من العيب الذي يعاب به النساء لأن الله عز وجل هنا لم يطعن في دين النساء فالمرأة عدل وعدالتها كالرجل لكنه هنا بين العلة وهو أنها تظل يعني تنسى ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين وفسر نقصان العقل بأن شهادتها على النصف من شهادة الرجل لأنها تنسى بس هذه طيب فقال هنا أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما طيب قراءة فتذكر أن تظل إحداهما فتذكر مش الفرق بين فتذكر وفتذكر فتذكر وفتذكر فتذكر قال بعضهم تجعلها ذكرا
قالوا يعني إن المرأة إذا ضمت إلى المرأة جعلت المرأة الثانية ذكر. لا هذا حتى نقل عن سفيان بن عيينة، ولكن هو قول ضعيف، حتى قال بعضهم هو من بدع التفسير، وهو حقيقة أنه ضعيف ومردود. مردود لأنهم قالوا من حيث اللغة لا يعرف أنه يقال أذكرها جعلها ذكرا، إنما يقال أذكرت المرأة إذا ولدت الذكور، إذا ولدت الذكور. ومن حيث المعنى قالوا من حيث المعنى غلط حتى. كيف؟ قالوا فتذكرها يعني تجعلها ذكرا، هي ما صارت ذكر حتى يوم انضمت له صارت نص ذكر. يعني ما ها قال فتذكرها يعني تجعلها ذكر، هي ما هي بذكر حتى ما هي بذكر، هي نصف ذكر. فقالوا حيث المعنى ايضا لا يصح. اظنها مفهومه الاخيره ذي، ما هي مفهومه مره. هو يقولون هم فتذكرها يعني تجعلها ذكرا، يعني تجعل الاخرى ذكرا. هل الاخرى الان اصبحت ذكر ولا نصف ذكر؟ على كلامهم نصف ذكر، ما هي ذكر، من ثنتين ذكر، الثنتين قابل من ذكر. فمن حيث المعنى لا يستقيم المعنى، ومن حيث اللغه لا يستقيم. اذا ما معنى فتذكر؟ قالوا وقالوا ايضا ويرد عليهم ثالثا انه ذكر هذا مقابل الضلال النسيان. اذا فتذكرها يعني من باب التذكير. طيب ما الذي نستفيده من القراءتين فتذكرها فتذكرها؟ لابد من فائده، يعني هن كلهن من التذكير. أيهما؟ التشكيل، التشديد. زيادة ممكن تذكرها بالتلميح مثلا؟ لا ما في تلميح، لابد تصريح. طيب هنا قو قراءة فتذكرها هذه تبين أصل الأمر، وهو أنه من باب التذكير تظل فتذكرها. وأما تذكرها بالتشديد ففيه مبالغة، لكن ما وجه المبالغة فيه؟ قالوا أنها تعيد عليها الأمر وتكرره، ويؤخذ منه حكم، وهو أنه لا بأس من تكرار وإعادة التذكير، وأنها إذا ذكرت بعد ذلك يقبل تذكرها حتى لو عادت وكررت عليها الأمر أكثر من مرة. مأخوذ من قراءة فتذكرها. ويؤخذ من هذا أيضا حكم مهم، وهو أن الشاهد لا يصح له أن يشهد تقليدا، فلا بد أن يتذكر، وإذا لم يتذكر ما يشهد به فلا يصح له. لذلك الله عز وجل هنا قال ما قال فتخبرها، لاحظ قال فتذكرها، والمعنى أنها لابد أن تذكر، وإذا لم تذكر لا يصح لها أن تشهد. ويؤخذ وسؤال قبل يؤخذ سؤال، لو جاء عند القاضي شهود ذكور ما هو بإناث، قال القاضي أتشهدون بهذا الأمر؟ قال الشاهد الأول أشهد بكيت وكيت وكيت وكيت. قال الثاني أشهد كل اللي شهدت فيه إلا النقطة دي ما أذكرها. فقال له الشاهد الأول أتذكر يوم كنا في مكان كذا وكذا؟ قال ذكرت. هل يقبله القاضي ولا ما يقبله؟ يقبله. ناسي يا رجال ناسي، هم قال يعني لقن وتلقن. أي يقبل القول. إذن الصحيح أنه يقبل، لأن الله عز وجل ذكر هنا أنها تذكرها، فإذا ذكر يقبل. مناط الحكم على العدالة، ممن ترضون من الشهداء. فإذا ذكر فيؤخذ منه حكم أن الشاهد سواء كان ذكرا أو أنثى، إذا ذكر فذكر فإنه تقبل شهادته لأنه عدل. فإذا ذكر
تقبل شهادته. طيب، أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. هنا في أيضا إشكال في الآية، وهو أنه قال أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما، ولم يقل فتذكرها. لماذا هذا الإطناب والاختصار قريب؟ لماذا لم يقل فتذكرها الأخرى؟ أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما، والقرآن دائما يوجز ويأتي بالضمائر، والأصل في لغة العرب الإضمار. الإضمار قلنا قاعدة الإضمار تذكرونها، وأنه إذا كان مذكورا سابقا متقدما وأحال عليه وعطف عليه فإنه يأتي بالضمير، هذا الأصل. ولكن هنا لم يأتي بالضمير، ولابد من علة. كيف؟ إحداهما الثاني غير الأولى؟ إيه هو المقصود الثاني، ما قال فتذكرها. كيف يعني؟ طيب لو قلت تذكرها شعب لا ما. لا 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 فتذكرها، لو قال فتذكرها أعاد الضمير على وين؟ على إحداهما، ما فيها كلام لي. فلماذا قال فتذكر إحداهما الأخرى؟ سم طيب ماشي سم طيب ولو قال فتذكرها ما يجي المعنى ذا؟ لا لا معلش شيخ سامي، لو قال فتذكرها، لو قال فتذكرها وش الإشكال؟ تصير الناس واحدة. لو قال أن تظل إحداهما فتذكرها الأخرى، سارت فتذكرها هنا إعرابها إيش؟ الهاء مفعول والأخرى فاعل كذا، وتكون هاء الهاء هنا عايدة على الظل التي أن تظل إحداهما فتذكر التي ظلت الأخرى، وتكون الناس واحدة. لكنه لم يقل هذا ليبين شيئا، فقال أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما، ما إعراب إحداهما الثانية؟ فاعل والأخرى مفعول. هنا الاسم مقصور، يعني ما تدري أيهما الفاعل وأيهما المفعول، إلا إذا أمن اللبس فإنه يجوز لك التقديم والتأخير. تقول مثلا كسر العصا موسى، معروف أن العصا مفعول به وموسى فاعل، صح؟ فهنا قالوا الأصل في التركيب العربي أن يكون الفاعل هو المتقدم فيما أشكل. إذن المعنى أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما، إحداهما هنا مبهم، فقالوا هو أبهم في الأولى وفي الثانية. قال أن تظل إحداهما ليشمل المرأتين كلهن، صح؟ فتذكر إحداهما ليشمل المرأتين كلهن. الأخرى تكون هي المفعول به اللي هي الناسية. أيوة. والمعنى قالوا والمعنى أنه كل واحدة قد يعرض لها النسيان، فتنسى هذه شيئا وتنسى هذه شيئا آخر، وليس المقصود أن الناس هي واحدة. وهذا من بلغة القرآن يقول. قال أظن واضح ذا، أي أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ثم قال ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. سمشة و
والله هذه إشكالية. يقول أن الضلال هنا قد لا يكون هو النسيان، استدلالا بقوله تعالى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. بس والله معنى يعني يحتاج إلى، هو لا شك أن الضلال هنا يفيد النسيان يعني بالآية ما في شك، لكن هل يشمل أشياء أخرى معنى أبلغ من هذا؟ ما أدري. لا يوجد في اللغة معاني مترادفة. صح. يعني لا يقول أحد أن الضلال هو النسيان. صح. ولكن هو تقرير. تقول الضلال هو النسيان، ولكن في اللغة الضلال ليس هو النسيان. والله أنا لا، أنا حقيقة ثربت موقف أنا لنشوف، لأن الاستيراد جيد. كل المفسرين يقول ضل نسيت، ما فيها شك هذه، وهي بالآية واضحة، لكن لماذا اختار هذا؟ لماذا أن تنسى؟ لماذا لم يقل هذا السؤال؟ لماذا لم يقل أن تنسى إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى؟ لا شك أن النسيان يشمل الترك، وقد يكون عن ذهول. الأصل في النسيان هو الترك، وقد يكون عن ذهول وقد يكون عن غير ذهول. نسوا الله فنسيهم، تركوا فتركهم، عارف هذا. إيه، لكن ما زال الإشكال قائم، وهذا يحتاج إلى بحث. أنا أبى أتوقف الآن يعني حتى تبحث لي. والله أنا ما أقدر الآن أقول شيء، يعني أنا هذا إراد جيد، المعنى العام معروف، لكن لماذا تم اختيار هذا اللفظ بالذات؟ هذا يحتاج إلى سم. إذا تعمد. لا بس هنا يا شيخ ما تعمدت المرأة النسيان أن تظل إحداهم، هنا قطعا ما تعمدت، لأنه قال فتذكر، وهي عدل ممن ترضون من الشهداء. ما هذه اللي عنده جواب أو يعني يبحث لنا جزاه الله خير، لكن احنا سوف نبحث هذا، ما نطيل فيها يا شيخ. سم كيف؟ اي اي هو الحقيقه انا يبدو لي معنى، بس حتى سم النسيان يكون بلا بديل، يعني ذلك من على شيء اخر. صح، هذا ممكن، يعني انه الضلال اعم من النسيان. وجهه أن الضلال قد يكون بسبب النسيان، وقد يكون بسبب الفهم، حتى قد يكون يعني بسبب الفهم، فإذا ذكرتها الأخرى ووضحت لها الأمر فهمت، قد يكون هذا. أنا هذا الذي يبدو لي والله أعلم، وهو يحتاج إلى، لكن جزاك الله خير يعني، وإيراد في محله. اللي يبدو لي أنا أن تظل أعم، فهي تشمل النسيان فيما لو نسيت المعلومة، وفيما لو غاب عنها الفهم، ففهمت شيء ثم ذكرتها الأخرى بتفاصيل ففهمت، فهذا يكون أعلى، وهو الأقرب عندي والله أعلم أن يكون اختيار أن تظل هذا الأمر. هو نقول قد يكون التباس وقد يكون نسيان، إذا ظل عنه نسيه إيه، فيكون هنا يشمل الأمرين، فإذا ذكر مع بعض في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى كان هذا لمعنى وهذا لمعنى. طيب، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. ولا يأبى يعني لا يمتنع. الشهداء هنا قال ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. أولا عندنا مسألة أولى، وهي هنا ما المقصود بالشهداء؟ هل المقصود في الشهادة التحمل أو الأداء؟ المقصود بالتحمل يعني أن يطلب منك أن تشهد، فهل يحرم عليك أن تمتنع وأنت داخل في نص هذه الآية؟ أو أن المقصود بهذه الآية الأداء، ولا يأبى الشهداء في أداء الشهادة؟ تحتمل الآن، هذه مسألة نكتبها يعني عشان شيخ عبد الله كتبها أنت. أول مسألة، ولا يأبى الشهداء، هل المقصود التحمل
أول مقصود الأداء. ثانيا ما الحكم؟ هل يجب على الشاهد أن يتحمل الشهادة سواء قلنا التحمل ولا يجب عليها الأداء أو أن هذا أمر مستحب؟ هذه مسألة، هذه هاتان مسألتان. هل يجب عليه أن يتحمل الشهادة؟ إذا قلت لك تعال اشهد معي لا بد أن تشهد معي. ها؟ لا يا شيخ، الأولى هل المقصود بالشهادة شهادة التحمل أو الأداء؟ الثانية ما الحكم؟ هل يجب على الشاهد أن يشهد أو أنه أمر مندوب إليه؟ كذا. إذن قال ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. قال بعضهم إن المراد بالشهادة هنا هي التحمل، وقال بعضهم هي الأداء، وقال بعضهم هي الأداء والتحمل. فالذين قالوا المراد به الأداء يعني بمعنى أنه لا يأبى الشهداء في أداء ما عندهم من الشهادة، قالوا الدليل على ذلك أنه قال الشهداء، وكيف يكون شهيدا وهو ما بعد شهد؟ وسماه الله شهيدا، قال ولا يأبى الشهداء. فهذا القول الأول. والقول الثاني أن المراد بها شهادة التحمل، وهذا القول والله أعلم هو الصواب. وحتى لو قلنا يدخل فيها الأداء يعني من باب أولى لا مانع، لكن هو أن يكون في التحمل أظهر منه في الأداء. والدليل على ذلك، الدليل على ذلك سياق الآية نفسه، أول دليل سياق الآية نفسه الجملة نفسه وسياق الآية، قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم، ثم بعدين قال ولا يأبى الشهداء. هم يوم يطلب منهم أن يستشهدوا، يستشهدوا للأداء ولا يستشهدوا للتحمل؟ قالوا طلب منهم بالاستفعال واستشهدوا يعني أطلبوا الشهداء للتحمل، ثم عقبها بقال ولا يأبى الشهداء. فقالوا هذا من شأن التحمل ليس من شأن الأداء. أظن واضح ذلك. يقول لك أطلب واستشهد الشهداء ثم يقول لا يأبى الشهداء، رتب عليه أن الشهد لا يأبى من التحمل. طيب إذن هذه في التحمل، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا أنه في أول الآية قال يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين لا يجد مسمى فاكتبوه، وأمر بكتابة الدين. ثم بعد ذلك قال ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، فوجه الخطاب إلى الكاتب أنه لا يمتنع. قالوا هذا التركيب نظير ذاك التركيب، فأمر بالكتابة وأمر الكاتب أن لا يمتنع، وأمر هنا بالاستشهاد وأمر الشاهد أن لا يمتنع في التحمل. هذا واضح ولا مو واضح ذلك؟ ثالثا قالوا إنه قال بعد ذلك في الآية التي بعدها ولا تكتموا الشهادة، وهذه في أي شيء؟ هذه في الأداء. قالوا فتكون الأولى في التحمل سم والتأسيس أولى من التأكيد. طيب إذا قلنا أنها في التحمل سم وش فيه؟ ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلك تقوموا للشهادة، صح أنه قال بعد ذلك ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، بعدين ذلك أقوم للشهادة، ذلك مقطع عند الله أقوم للشهادة يعني في التحمل. أيضا هذا الدليل على أنه من التحمل، هذا الدليل الرابع صحيح سياق الآية فيما بعد. طيب هنا ما حكمها؟ حكم التحمل إذا رجحنا أن المراد بالشهادة هنا التحمل، فما حكم التحمل؟ تحمل الشهادة واجب، يصبح واجبا التحمل. الدليل لأنه قال ولا يأبى، نعم قالوا
إن حكم تحمل الشهادة واجب، لكن قال بعضهم هو واجب على الكفاية، فرض كفاية، وقال بعضهم لا يجب. قالوا لما لم يجب؟ قالوا لأنه لا يجب عليه الاستشهاد، واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فإن الاستشهاد كما ذكرنا في الدرس الماضي والكتابة ليست واجبة على المتدينين، وذكرنا حكم ذا. فقالوا إذا لم يجب عليهم هم الإشهاد، فكيف يجب عليهم على الشاهد أنه يشهد؟ فالجواب عنه أنه لا يمتنع، أن لا يجب عليهم أن يستشهدوا، لكن إذا أرادوا توثيق حقوقهم ولم يستطيعوا إلا بالشهود، فيجب على المسلم أن يشهد معهم، لأنه لا يقوم هذا إلا لا يقوم حفظ الحقوق إلا به. طيب، قولهم واستشهدوا شهيدين، احنا ما ذكرنا هذه، رد عليهم قالوا الشهيدين، لماذا سموا شيء شهيدا؟ لماذا قالوا لو كان المقصود به شهادة التحمل ما قال واستشهدوا شهيد، ما قال واستشهدوا شهيدين، عفوا، ما قال ولا يأبى الشهداء وسماه شهيدا، كيف يسمي شهيدا وهو بعد شهاد؟ أيوة، قالوا هذا باعتبار ما سيقول إليه، ألم يقل الله جل وعلا فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره؟ هل هو زوج الآن؟ ما هو زوج باعتبار ما سيقول، وهو قال واستشهدوا شهيدين، هل هم الآن شهداء ولا بعد شهد؟ مع ذلك سماه شهيدا باعتبار ما سيقول إليه. قالوا ولكن فيه فائدة وحكم، وهو أنه لما قال ولا يأبى الشهداء وسماه شهيدا، فيه أنه يحثه على ضبط الشهادة والاهتمام بها، وأنه أمر لا بد أن تكون هذه صفته. قال طيب، إذن الحكم أنه يجب عليه أن الدليل، الحكم أنه يجب عليه أن يتحمل الشهادة إذا دعي، ولكن لا يضار. إذا كان يضره قال ومما يدل على أنه يجب عليه أنه قال بعد ذلك ولا يضار كاتب ولا شهيد. قالوا فلو كان لا تجب عليه الشهادة ما قال ولا يضار كاتب ولا شهيد، لأنه بيقول أنا مسلم واجب عليه شهادة ولا يلحقه ضرر، فما نهاهم عن هذا إلا لأجل أنه تجب عليه الشهادة. إذن هذان دليلان، الآية نفسها ولا يأبى، والثاني قول ولا يضر كاتب ولا شهيد. قال ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. طيب، قال هنا ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، دعوا لأي شيء؟ للشهادة، صح؟ ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه، ولا تسأموا، ما معنى تسأموا؟ تملوا وتضجروا، ولا تسأموا أن تكتبوه، تكتبوا إيش؟ الدين. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. طيب، هنا لماذا قال لا تسأموا؟ لماذا لم يقل اكتبوه صغيرا أو كبيرا؟ أيوة، وليبين أن من دواعي، ولينبه إلى شيء مهم، وهو أن من دواعي ترك الحقوق وضبطها أحيانا السآمة، وذكرنا لكم قبل أنه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي شرع هذه الأحكام هو أعلم بأحوال الناس، ولذلك الأحكام الشرعية فيها أحكام وفيها إقناع، وذكرنا مثل هذا قول بالعدل، تذكرون عند القول بالعدل. وهنا قال ولا تسأموا، كان لو كانت أحكاما مجردة لقال اكتبوه، لكن لما قال ولا تسأموا ليبين أن فيه آفة قد تعتري الناس، لأنه أعلم بخلقه جل وعلا، وليس هناك تشريع يقوم مقام التشريع الإلهي،
قال ولا تسأموا أن تكتبوه. ولذلك بدأ بالصغير، لما صغيرا أو كبير ليبين العموم والشمول وليترقى من الأدنى إلى الأعلى. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا، لأن النفوس تتهاون بالصغير فبدأ به. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. قوله إلى أجله، لما ذكر الأجل هنا مع أن الأجل مذكور في أول الآية؟ قال يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى، فلماذا يذكر الأجل هنا؟ طول الفاصل. لا بس هي آية تعرفها كاملة. سم الأجل الأولى خاصة بالكتابة. أي وهنا الأجل مخصص للكتابة. فهناك بيّن أن الديون التي تصح لابد أن تكون مؤجلة بأجل، وهنا بيّن أن من الصفات التي يجب كتابتها هي الأجل. فبين أن الأجل يجب أن يكتب، وفي ذكر الأجل تنبيه على باقي الصفات، وأنه كل صفة يضبط بها الدين يكتب. قال ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم. أيش هو ذلكم؟ يعود اسم الإشارة على أيش؟ كل ما مضى من الكتابة والإشهاد. ذلكم أقسط عند الله. ما معنى أقسط؟ أعدل، لأنهم إذا ضبطوه واتبعوا أمر الله فهو أقسط، أقسط عند الله، وأقوم للشهادة، حتى الشهادة تكون مضبوطة إذا كتبت بتفاصيلها فهي أدعى ألا ينسوها وأن يتذكروها فيما بعد، وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. إيش معنى أدنى ألا ترتابوا؟ يعني أقرب ألا يحصل عندكم ريب وشك، وأدنى ألا ترتابوا. ثم استثنى، قال إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. وهنا قال إلا أن تكون تجارة بالنصب، إلا أن تكون تجارة. وش أعرب تجارة هنا؟ خبر. إلا أن تكون تجارة. طيب وين الاسم؟ يعني إلا أن تكون الصفقة، إلا أن تكون الصفقة مثلا تجارة. طيب وتديرونها بينكم، وش يصير إعرابها؟ أو صفة ثانية، أو صفة تديرونها بينكم. طيب في قراءة إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، وش الإعراب هنا؟ وهذه قراءة الجمهور، وذيك صلاة عاصم، والجمهور كلهم قضاها إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. سم إلا أن تكون تجارة اسم كان، وكانت تامة ولا ناقصة؟ ناقصة، تكون ناقصة. وتكون إلا أن تكون تجارة وحاضرة، وش إعرابها؟ صفة. وتديرونها بينكم الخبر. أيوة. طيب إلا أن تكون تجارة الصفقة، تجارة حاضرة تديرونها بينكم. تجارة هذا ضد عكس الدين، عندنا دين عندنا الآن تجارة. حاضرة يعني بينهم، حاضرة تديرونها يعني تتقلبها الأيدي. وأيضا يؤخذ من قوله تديرونها أنها من الأشياء التي يكثر بيعها وشراؤها، كما يشترون من التموينات ومن الملابس ومن الأشياء السلع اليومية. فهنا عفى الله عن كتابتها، قوله تديرونها يعني تتلقاها الأيدي، ومن قوله تديرونها يعني أنها من الشيء الذي يشيع بين الناس. حاضرة تديرونها بينكم، فليس عليكم جناح. فرفع الجناح هنا هل يدل على الإباحة؟ طبعا هو يدل على الإباحة، لكن ليس الأصل في رفع الجناح الدلالة على الإباحة،
وإنما رفع الجناح يدل على شيء ذكرناه مرارا. ذكرنا شيء قبل سم رفع الحرج الذي قد يكون في النفس. فلما قال فلا جناح يعني قد يظن الظان إنه يجب عليه أن يكتب كلما كل تجارة. فبين الله عز وجل أنه لا يشرع ذلك في كل شيء ولا يكون في صدوركم حرج منه. فلا جناح عليكم ألا تكتبوها إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. فليس عليكم جناح إلا أن تكون فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. ثم قال وأشهدوا إذا تبايعتم. طيب كيف قال هنا وأشهدوا إذا تبايعتم وهو قبل ذلك قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم؟ كيف هذا في الدين ذاك في الدين وهذا في البيع؟ طيب يا شيخ البيع التجارة الحاضرة اللي تو كفانا الله الشهادة فيها كبيرة هنا دين صغير. وش دليلك انه وش كيف فرقت انه كبير ولا صغير؟ تديرونها. إذن قوله تديرونها مقصود فيها الاشياء والسلع التي تتداول ويكثر تداولها. طيب والبيع الذي يكتب ما هو؟ اي الشيء الذي الشيء الذي لا يكثر تداوله او الذي لا يتداول بالايدي او الذي يوصف وصفا كان يبيعه شيئا موصوفا والصفقات الكبار التي لا يتداولونها كالعقار والحيوان والسيارات ونحو ذلك. واحيانا يكون في تجاره فيها اجل وان كانت ليست دينا ايضا هذا ذكروا من صورها فقالوا هذه تكتب. اذن هو عفوا يستشهد عليها. اذن هو امر بالاشهاد في الدين وامر بالاشهاد في التجارة التي ليست بدين في البيع يعني. وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شيء. ثم قال ولا يضار كاتب. هنا قوله ولا يضار هذه أتت مدغمة ولو فكينا الإدغام ماذا سنقول؟ احتمال أيوة احتمال فك الإدغام يكون ولا يضارر واحتمال ولا يضارر. فإذا كان ولا يضارر وش يصير المعنى؟ ولا يضارر كاتب ولا شهيد يعني الكاتب والشهيد لا يضارر هو لا يضار هو لا يقوم بإدخال الضرر على من استكتبه أو استشهده. وإذا قلنا لا يضارر فالمعنى لا يدخل على الكاتب والشهيد الضرر. وأيهما أرجح؟ كلاهما. وإذا قلنا كلاهما أنا عندي إشكال. ممتاز هذا ممتاز يا شيخ بس أنا عندي إشكال إنه قاله قبل ولا يأبى كاتب ولا يأبى الشهداء فهو ذكر الضرر من جهتهم الكاتب والشاهد. ثم بعد ذلك ولا يضار ولا يضار ليش ما يصير ولا يضارر؟ عرفتم ذا يا اخواني؟ ما اظن كن ابعيدها بس لان في اخوان بعض الاخوان ما. الان هو قلنا ولا يضارر احتمال لا يضارر ولا يضارر يعني لا يضر هو ولا يضر كله مكتملات. ولكن من قال انها تحتمل الامرين بيشكل عليه انه قال في الكاتب ولا يأبى كاتب وقال في الشاهد ولا يأبى الشهداء فنص على نفي الضرر منهم فيكون هنا ولا يضار يعني لا يضارونهم لا حد يضرهم لا يضارر لانه ذكر ما يخص الضرر من جهتهم هم قبل. اظن هذا واضح الان. ايوه ثم قال لا يضار يعني لا يضرون هم. طيب هم لا يضارون كيف لا يضارون هم لا يضرون لا يضرونهم لا لا هذا شيء اخر يعني ممتاز. اذا نقول سم الضرر اعم من الاباء
هذا نفس الكلام اللي يقول شيخ عبد الله. لا هو نفس الكلام. لا يعني ابتداء. لا بس هذا نوع انه لا ما ابتداء. قد يضر. ممتاز. اذا قوله ولا يضر هذا يكون من بلاغه القران انه اتى بهذا المدغم ليشمل الامرين. اذا لا يضارر ولا يضارر. طيب لا يضارر هو هذه واضحه، لكن لا يضارر كيف نحل ان نوفق بينه وبين ولا يأبى كاتب؟ نقول هذاك في المنع انه يأبى، ولا يأبى الشهيد كذلك، يعني لا يمتنع من الشهاده من تحمل الشهاده، وذاك لا يمتنع من الكتابه، لكن هو قد لا يمتنع لكن يضار. كيف يدخل في الكتابه والاخر يلوي الشهاده؟ فهنا نهاهم عن الامرين انه يأبى وانه يضر، وأتى بهذا اللفظ الذي يحتمل الأمرين، وهذا من بلاغة القرآن كما قال الله عز وجل ولا تضار والدة بولدها، يعني يمكن تضارر ويمكن ولا تضارر، لا تضرونها أنتم وهي أيضا لا تفعل هذا الشيء، هذا واضح. قال ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا تفعلوا إيش؟ اي تفعلوا ايش؟ المضارة. وان تفعلوا فانه فسوق بكم. طيب النهي هنا لمن؟ هل هو للكاتب الشهيد ولا لا؟ كنا انه طيب قال بعضهم من الأدلة على أن قوله ولا يضار كاتب ولا شهيد أن المقصود ولا يضارر وليس ولا يضارر، والدليل قالوا لو كان المقصود ولا يضارر قال كان يقول لا كان يقول وإن تفعل، ما قال وإن تفعلوا، يعني وإن تفعلوا قال هذا يرجع لأهل الدين، ولو كان المقصود الكاتب والشهيد كان يقول وإن تفعل يعني المضارة. ويجاب عن هذا بأنه ذكر أنه قال وإن تفعلوا ليشمل الجميع، أهل الدين البائع والمشتري والكاتب والشهيد كلهم يرجع عليهم كلهم. وإن تفعلوا الضرر والضرار فإنه فسوق بكم. فسوق، الفسوق هو الخروج عن الطاعة، وسماه فسوقا لأنه خروج عن طاعة الله عز وجل. وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله. قال واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، ثلاث جمل، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. يلاحظ في هذه الجمل الثلاث أنه عطفها بالواو، ويلاحظ أنه أعاد لفظ الجلالات الثلاثة كلها، ولم يقل واتقوا الله ويعلمكم وهو بكل شيء عليم، وإنما قال واتقوا الله ويعلمكم الله والله. فلما أعاد لفظ الجلالة في الثلاث؟ قالوا أعاد لفظ الجلالة في الثلاث لأنه أراد أن يدخل المهابة في نفوس السامعين، هذا واحد. ثانيا قالوا لأن كل جملة هي مقصودة بذاتها، ولذلك أعاد لفظ الجلالة فقال واتقوا الله، هذه جملة مستقلة، ويعلمكم الله هذه جملة مستقلة، والله بكل شيء عليم جملة مستقلة. طيب قال بعضهم إن التقوى سبب للعلم بدليل أنه قال واتقوا الله ويعلمكم الله، فرد عليهم آخرون وقالوا هذا لا يستقيم. لما؟ قالوا لأنه لم يعطف بالفاء، ما قال واتقوا الله فيعلمكم الله، ولم يقل واتقوا الله يعلمكم الله، ولكن قال بعض العلماء هذا صحيح، ولكن العطف بالواو قد يكون منه ملازمة بين الأمرين، كما تقول زرني وأزورك، زرني وأزورك، سلم علي وأسلم عليك، فقالوا هنا أيضا فيه تلازم، واتقوا الله ويعلمكم الله فإنه بالتقوى يحصل العلم، يزيد بالتقوى يزيدك الله، يزيدك الله علما، وإذا علمت زدت تقوى، فكلما علمت بالله
وأسمائه وصفاته والقرآن وبشرعه كلما زادت تقوى. فيقول واتقوا الله ويعلمكم الله، ثم ختم الله بكل شيء عليم. وفي هذا إدخال المهابة على المستمعين في تلقي هذه الأحكام، وأن يكونوا صادقين في معاملاتهم وفي تطبيق أحكام الشرع. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من عباده المخلصين الصادقين، وأن يرزقنا التقوى والعلم النافع الخالص لوجهه الكريم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.